بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق معلم البشرية مكارم الأخلاق سيدنا محمد ابن عبد الله. نتابع ما بدأناه من قصة يوسف الصديق عليه السلام. يعقوب! 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 راحيل أختي، ماذا أصابك؟ بطني يؤلمني يا ليا. بطنك يؤلمك؟ نعم، ودائمة القيء. لعله الحمل يا راحيل. ماذا تقولين؟ الحمل؟ نعم، لم تستبعدين رحمة الله يا راحيل؟ فهو قريب من المحسنين. ووقف يعقوب ينصح قومه بأن الله هو الواحد الأحد الخالق الرزاق. ولكننا نجد في الإلهة عشتار ما يسعد قلوبنا ويحفظ أبناءنا. فرد عليهم يعقوب بأن التوحيد هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا والآخرة، وأن ما عليه عشتار من كفر ووثنية لن يدوم كثيرا، وأن الله بالغ أمره. يا نبي الله يعقوب! يا نبي الله يعقوب! أبشرك بأن راحيل حامل. ففرح يعقوب ليس فقط لأن راحيل ستنجب له مولوداً، وإنما لأن الله قد من على راحيل بنعمة الحمل والإنجاب. وانطلق يعقوب نحو منزل راحيل فرحاً. إلى متى هذا الجدب وقلة المطر والماء أيها الكاهن؟ لا أدري، الناس في فدان يتحدثون عن شكهم في قدرة عشتار على إنزال المطر. يا إستر، لقد جئتك بالمال الذي طلبته، فهل عند عشتار شفاء ودواء لولدي؟ خذوا عمري، خذوا عمري واشفوا ولدي. لا أدري لماذا كل هذا الهجوم على نبي الله يعقوب، فهو لم يفعل شيئا سوى الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة توحيد الله. هكذا أهل الباطل، إن الكاهن وإستر يستفيدان من الأموال التي تدفع إلى إلهة الباطل عشتار، ولهذا زاد العناد والتحدي ليعقوب النبي. كم أتمنى أن يأذن لي نبي الله يعقوب بحرق هذا المعبد. كم أتمنى. لا، ما لي أراك يا تقي وديعا لهذه الدرجة، فقد مللت من بطشهم. العسر ليس معه سوى اليسر، وستأتي من الله آية يصدق الناس فيها يعقوب النبي
ويكذبون هؤلاء الكاذبين عشتار وإستر والكاهن. أشعر بإرهاق وتعب شديد. سلمك الله يا رحيل. أريد أن يعلم يعقوب بما يجري لزوجته. أخشى ألا أراك يا ولدي يا صبر السنين. لا تقولي هذا يا رحيل، أطال الله في عمرك. أحسني الظن بالله يا رحيل. ستقومين يا رحيل بإذن الله، وتسعدين بالمولود الجديد. رحيل على فراش المرض وربما الموت، ليس هناك حل سوى الذهاب إلى إستر وعشتار. رفض يعقوب هذا رفضا أغضب لابان والد رحيل، وأصر على ألا يتجه أحد إلى الشرك والوثنية. أنا لا أقتنع بهذا يا يعقوب، سألجأ إلى ما ينفع ابنتي فقط. لن أعالج رحيل، لن أعالجها يا لابان. كيف هذا يا إستر؟ إنها ابنتي، كيف تحرقين قلب أب على ابنته بكل هذه القسوة؟ لو كانت زوجة أي رجل في فدان لشفتها عشتار، ولكننا سنجعلها عبرة لكل الكافرين بعشتار إلهتنا. هكذا أنت يا يعقوب تسعى دائما لهدم ورفض أي إله غير إلهك، وابنتي ستدفع الثمن، وأنا لن أسمح بهذا. وظل يعقوب يدعو ربه أن ينقذ راحيل ومن في بطنها، ظل يتضرع ويصلي ويسبح حتى يثبت للجميع كذب عشتار وإستر وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولدت راحيل، وحمل يعقوب الطفل وأسماه يوسف، ويقول: ما أجملك يا ولدي، ما أجملك يا يوسف، حفظك الله وجعلك قرة عين لي ولأمك. منذ 11 عاماً وأمك تنتظرك يا يوسف، وها هو فضل الله قدم علينا بك يا يوسف. يقولون إن نبي الله إسحاق على فراش الموت. ومن يحكم كنعان إذا مات نبي الله إسحاق؟ يحكمها ابنه نبي الله يعقوب عليه السلام. إذن فليبلغه الناس بهذا حتى يأتي إلى أرض كنعان. لقد مات ولدي يا عشتار، لقد مات إستر، قتلت لأجل المال ولم يشفع ولدي. عشتار يا كاذبة، أيتها الكاذبة، مات الولد، مات فلذة كبدي يا عشتار. عشتار أيتها الكاذبة. رحمك الله يا أبي نبي الله إسحاق، رحمك الله.
نبي الله إسحاق. ماذا؟ يا أهل كنعان، يا أهل كنعان، مات نبي الله إسحاق عليه السلام. يا أهل كنعان، مات نبيكم، مات نبي الله إسحاق عليه السلام. يا أهل كنعان، يا أهل كنعان. ومات إسحاق نبي الله عليه السلام، وستبدأ صفحة جديدة في حياة يعقوب، ومعه يوسف عليهما السلام. يا عشتار، يا عشتار، اقتلي راحيل ومولودها حتى ينصرف يعقوب عنا ويهزم ويذل. أنت من قتلت ولدي يا ساحرة الشؤم، احترقي. هيا هيا كما احترق قلبي. أغثيني يا عشتار، أغثيني وسأذبع لك وسأسرق لك وأقتل لأجلك يا عشتار. احترقي أنت وعشتار. احترق المعبد، احترق المعبد، احترق المعبد، احترق المعبد، احترق المعبد. احترقت إستر وهرب حراس المعبد. سقطت عشتار واحترقت إستر وهرب الكهنة، فمن لك يا رحيل؟ فمن لك يا رحيل؟ من الذي سينزل المطر؟ ومن الذي سيشفي المرضى؟ لقد ولدت رحيل، ولدت رحيل، ولدت طفلا جميلا. ماذا تقول؟ ابنتي، ابنتي ولدت، لقد أنجاها الله، لقد آمنت برب يعقوب، آمنت برب يعقوب، ابنتي أنجاها الله. المطر، 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 المطر. لقد نزل المطر على أهالي فدان، فماذا كانت تفعل عشتار إذن؟ ماتت إستر الكاذبة، وبقي إله يعقوب. اذبحوا الأغنام وأقيموا الولائم، فلقد نجت ابنتي من الموت، نجاها رب يعقوب وربي ورزقها بيوسف. هكذا نصر الله نبيه يعقوب واستجاب لدعائه ورزقنا من الطيبات. ليس أقسى على الأب من أن تظل ابنته بلا إنجاب ولا ذرية، ولكم كنت حزينا لهذا. لقد من الله عليكم بيوسف أيها الحاكم. نعم حفيدي يوسف.